الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. صححه الألباني. وروى الإمام الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً. صححه الألباني. وقال الإمام علي بن محمد البصري رحمه الله: إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصانوه وقل معادوه، فتسهلت عليه الأمور الصعاب، ولانت له القلوب الغضاب. وحسن الخلق هو أن يكون المرء سهل العريكة، لين الجانب، طلق الوجه، قليل النفور، طيب الكلمة. وهذا فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من البر الموصل إلى الجنة، فاجتهدوا في دعوة ربهم أن يحسن أخلاقهم. فعن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: قام أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح. فقلت: يا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق. فقال: يا أم الدرداء، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار، والعبد المسلم يغفر له وهو نائم. فقالت: يا أبا الدرداء، كيف يغفر له وهو نائم؟ قال: يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه. وإن كان هذا الأثر في إسناده ضعف، إلا أن النصوص الصحيحة دلت عليه، فعلينا الدعاء بتحسين أخلاقنا. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له، والاستغفار والثناء عليه والزيادة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. وعلى هذا فإن مقتضى الإيمان أن يكون المسلم ساعيا عاملا بالأخلاق، يسعى إلى مكارم الأخلاق في الأقوال والأفعال ويتحلى بها، وإلى محاسن الآداب والسجايا ويعمل بها، وإلى مساوئ الأخلاق ورذائلها فيجتنبها ولا يعمل بها. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وإن من أعظم الأخلاق وأعلاها وأزكاها وأغلاها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلنعرف معناها ومبناها ومقتضاها وأركانها وشروطها ومكملاتها ونواقضها قولا وفعلا، نكسب كل خير ونبتعد عن كل شر، نتخلق بمكارم الأخلاق ونبتعد عن مساوئ الأخلاق، ونقوم بما أمرنا الله به وما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال، ونبتعد عما حذرنا منه الله وحذرنا منه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال. ومن أراد معرفة مكارم الأخلاق فليقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وكتب السنة والكتب المفردة في الآداب والأخلاق، ككتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وغيرها من كتب أهل العلم والفضل. عباد الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واصرف عنا وعنهم كل شر يا حي يا قيوم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا وإياهم إلى التمسك بكتابك يا حي يا قيوم، وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهذا هو النصر العظيم والفوز المبين. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، والحمد لله رب العالمين.